السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد جولة قصيرة في أكبر محطة القطار بتورينو والتي تسمى بورتانوفا. هذه ما بين هذه تعد الأولى في أربع محطات القطار من تورينو. اليوم يوم الجمعة، السابعة مساء، محطة بها جميع المحلات من ملابس جاهزة من حتى الميركاتو مارسي، حتى فيها مارسي كبير جدا، سولينغا، بها مطاعم، بها مخابز، بها كل شيء، كل شيء. هادو سباك ديال البيع ديال التذاكر اوتوماتيكية، ما فيش زحام، ما فيش حتى حاجة، سبحان الله. وهذا بوراقهم، هذا بوراق إيطالي. المسمات فريتشا روسا، فريتشا روسا هذا هو الاسم عندهم، او البوراق عطيهم. هذا غادي لروما في أقصى جنوب إيطاليا. Thank you.
هذا براقهم، هذا القطار العادي. كل شيء منظم. هادو الأرقام ديال السكك. هذه الورقة لما تأخذها من الشباك تجي تطلع هنا، تضاري بها وتطلع. امتازة سان باولو، هادو من البنوك الكبيرة هناك. وهاد الماكينة